وحول هذا الموضوع أكد سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أكد أن تجربة مملكة البحرين في العمل الإنساني تدرس في الجامعات. إنجازات كبيرة، ويكفي أن الآن تجربة البحرين تدرس في الجامعات، وهناك طلاب يقومون بدراسات علمية، وهذا شيء يشرفنا. مبادرة من 20 سنة مع تولي سيدة الملك مقاليد الحكم، فمن إحساسه وحبه لأبناء البلد المواطنين بدأ بالتأسيس ورعاية الأيتام، وتدريجيا مثل ما يراوي تقريركم المميز مرحلة وراء مرحلة نبدأ من الأيتام، الأرامل اللي ما لهم من يعيلهم، مساعدات إنسانية، مساعدات خارجية، العناية، الاستقرار النفسي. يعني تجربة فعلا ناجحة، يعني الواحد يعتز، ومن حق البحرين أن تحتفل بهالمناسبة، ومن حق جات الملك أن يفرح بإنجازه. هاي إنجاز ملكي بمعنى الكلمة، وإحنا محظوظين أنك كان لنا ولا زال لنا الشرف أن نواصل في العطاء حسب توجيهاته، حسب رؤيته.